مرحبا بكم، انا عيسى المهيري. وين ما اروح وشو ما اسوي احب اشارك ربعي هالاوقات عبر التواصل الاجتماعي، واليوم بشارككم انتو تجولي في ابوظبي. تابعوني. محبي الرياضات بأشكالها المختلفة، ودريت أني أقدر ألعب الجولف في هالمكان، فيلا خلوني أرويكم مهاراتي. يعتبر تي أند بوت اللي في دلما مول أول ميني جولف داخلي في أبوظبي، وفيه 18 لعبة مختلفة، والحين بجرب أصعبها. الألعاب هني مصممة بطريقة أن تخلي اللعب حماسي وتزيد التحدي بين اللي يتبارون، وترى حتى اللي ما يعرف يلعب عندهم دروس لتعليم الجولف. التقيت براعية المحل وعطتني معلومات أكثر عن هالمكان، لا وتحدثني أني ألعب معاها، فيلا خلونا نشوف منو ألعب أنا ولا هي. تي اند بوت في وايد العاب، واكثرهن تحدي هن لوب ذا لوب وتشالنجينج بنت وهاي سبيد جامب وتركي والاستراتيجيك بوتس. الحلو في تي ام بات ان عندهم عروض تسهل لك الاشتراك واللعب في هذا المكان، وبعد تراه الاول من نوعه في ابوظبي، فلا تفوتون زيارته ويناسب جميع الاعمار. وعلى هالاضاءه الحلوه يبالنا سيلفي.